ومرحبا بكم مشاهدينا. التعليق بساط الريح، الصلب، الكرسي الألماني، الشبح، الدولاب، هذه من أبرز وضعيات التعذيب التي استخدمها النظام السوري ضد المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام السوري. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت أن النظام السوري اعتقل نحو 215,000 مواطن سوري منذ عامين ونصف العام، أي منذ بدء الثورة السورية ضد هذا النظام. بالطبع أيضا وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل نحو 2630 مواطن سوري في السجون وتحت التعذيب في المعتقلات السورية. معنا للحديث عن هذا الموضوع بمزيد من التفصيل الأستاذ فضل عبد الغني الناطق باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا أستاذ فضل. أهلا أستاذ أحمد. يعني بالتأكيد لدينا كثير من الأسئلة عن تفاصيل التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وبالطبع هي شبكة يعني معتمدة دوليا ومن الأمم المتحدة ومن كثير من وسائل الإعلام، ولدينا أيضا أسئلة عن الطرف الآخر، عن المعارضة السورية إن كانت أيضا ارتكبت مثل هذه الجرائم ضد حقوق الإنسان، وإن كان أيضا النظام ارتكب جرائم أو تحت بند ما يسمى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. نبدأ بهذا التقرير الذي أصدرته الشبكة ويعني تعطينا تفاصيل أكثر عنه. طبعا شكرا على الاستضافة. الشبكة هي أحد أبرز المصادر توثيق النزاع في سوريا، وهي مصدر أساسي لدى الأمم المتحدة، وخاصة تعمل مع المنظمة الهيومان رايتس داتا أناليسيس جروب، ولدينا تواصل مع لجنة تحقيق دولية بشأن سوريا ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. طبعا بلغ ضحايا النزاع من الطرفين 92,901، الحصيلة التي أصدرتها الأمم المتحدة 93,000، اللي يقول هي 92,901 عدد القتلى. أغلبهم هم من المدنيين. القسم الأغلب، الحكومة السورية لم تزود سوى 2469 اسم حتى مارس آذار 2012. الحكومة السورية يعني الحكومة اعترفت بهذا العدد من القتلى وزودت به الأمم المتحدة. بقية القتلى هم أغلبهم موثقين من قبل جهات وطنية سورية، وهناك بعض الجهات أيضا توثق القتلى من الجانب النظام أو الشبيحة أو ما إلى ذلك، لكن الأغلب هم نسبة العظمى حوالي 90% هم من المدنيين. ولكن النظام لا يعترف إلا بألفين هذا ما زودت به فقط الحكومة السورية. طبعا الحكومة السورية لا تمنع المنظمات الوطنية، يعني تمنعنا من العمل على الأراضي السورية، وبالتالي لا يوجد جهة حقوقية تقوم بتوثيق ضحايا من جانب الحكومة السورية، سواء من الأمن أو الشبيحة أو الجيش أو أيا كان، أو اللجان الشعبية أو ما إلى ذلك. لا يوجد قوائم ولا يوجد يعني حتى من يوثق من جهات أخرى، لا يوجد معايير لأنه غير متواجد على الأرض، وكيف هل هو اتصل بأقرباء هؤلاء أو ما إلى ذلك. ليس كما هي حال توثيق المدنيين أو حتى الجيش الحر، لأن الجيش الحر في أعم الأغلب منه هم مدنيين حملوا السلاح. فهناك قسم من هؤلاء الضحايا هم ماتوا تحت التعذيب، اعتقلوا ثم تم تعذيبهم بأساليب تعذيب منهجية في إحدى الأفرع الأمنية التي هي الأفرع الأربعة المشهورة، وهذه الأفرع الأربعة تتشعب وتصبح حوالي 48 فرع، لكن هي الأربعة الرئيسية اللي هي المخابرات الجوية والأمن العسكري والمخابرات السياسية وأمن الدولة. طبعا يعني حتى قادة هذه الأفرع هم معلومون يعني بالاسم، مثلا المخابرات الجوية اللواء جميل حسان في دمشق أتكلم، مخابرات العسكرية رفيق شحادة، أمن الدولة رستم غزالي، الأمن السياسي محمد ديب زيتوني، هلا في حلب مثلا مخابرات جوية أديب سلامة، الأمن السياسي ناصر العلي، الأمن العسكري عبد اللطيف فهد، وغير ذلك في كل المحافظات. يعني طيب قبل أن نتحدث عن المسؤولية يعني السياسية والجنائية في ارتكاب هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان و
التعذيب حتى القتل. لو تعطينا يعني أبرز ما جاء في هذا التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان من حيث وسائل التعذيب والأعداد. هذا طبعا ليس التقرير الأول، كما هي الضحايا تزداد، ضحايا التعذيب تزداد. نحن أصدرنا، بدأنا في إصدار التقارير منذ عام 2011، ثم أصدرنا تقرير في 2012 كان قرابة 400 إلى 500 شخص، ثم أصدرنا التقرير الآخر 700 شخص، ثم أصدرنا 1200. يعني نقوم دائما، هي الأعداد لا تأتي فجأة 2630، وهذا حتى 10/6 القوائم التي استطعنا إدخالها، حتى تاريخ 10/6 هذا الرقم. الآن العدد ازداد، البارحة كان هناك حوالي 17 شخص ماتوا تحت التعذيب. هذه في مختلف المحافظات السورية يوميا هناك معدل أصبح يومي للقتلى تحت التعذيب، معدل 4 أشخاص يوميا، وهذا عدد مخيف ورقم كبير جدا. وأنا يعني أنت تستطيع أن تؤكد يعني بصفتك الناطق باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 4 أشخاص أو 4 أشخاص يموتون يومياً تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري في مختلف المحافظات. هناك معدل وسطي، معدل. نعم، من ضمن ضحايا اليوم يبلغون 70 شخص أو 90 شخص، أو هناك دوماً أو يومياً يسقط بين هؤلاء الضحايا نسبة من الضحايا تحت التعذيب، تتراوح وسطيا ب4 ضحايا تحت التعذيب، وتتراوح النسبة أيضا هناك يوميا يسقط أطفال ونساء، يعني نسبة 6% أطفال من الضحايا، وأيضا نفس النسبة تقريبا لا يقتلون قتل. أما تحت التعذيب هناك 4 أشخاص بمعدل يومي يقتلون. وهذا أتكلم عن رقم هو ما نعرف، لأنه هذه معايير الشبكة في التوثيق، لأنه كجهة حقوقية لا نستطيع أن نقول تقديرات ولا تقبل بالمنظمات الدولية، لابد من الاسم وأين اعتقل والصورة وفيديو لما بعد مقتله أن تثبت أن هذا الشخص هو الشخص وأين اعتقل. إذن هذه المعايير في معايير تؤكد صحة ما تنقلون. وهنا يوجد رابط في التقرير، في هذا الرابط إذا دخل عليه أي شخص يجد جدول كامل متواجد فيه 2630 اسم بالأسماء بالأماكن. طيب. بتوزيعهم حسب المحافظات، وطبعا التقرير موجود باللغة العربية والإنجليزية على الموقع، يمكن لأي جهة أن تطلع عليه. وأنا أتكلم عن الموثق، أما الذي لا نعرف وهناك العشرات منهم يعني، وأصدرنا تقرير منذ حوالي 15 يوم مثال عن فرع الأمن العسكري في حمص الذي يقوم بدفن الجثث، تقتل تحت التعذيب يأخذها إلى مقبرة في حمص تل النصر ثم يقوم بدفن الجثث. هذه لا يعلم الأهالي هل ابنهم ما زال على قيد الحياة أم قتل. وأنتم بالتالي لا تستطيعون أن توثقوا وفقا للمعايير المعترف بها. فنقول عنه أنه مختفي قصريا، لا نعلم ما هي حاله. كم عدد المختفين قصريا من سجون من تقريبا السوري؟ يقدروا بقرابة 70,000. 70,000 من بين 215,000 اللي اعتقل. هذا لا نعلم، لا نحن نعلم مصيره ولا أهله يعلمون مصيره. هذا ينطبق عليه تعريف مختفي قسريا، وهو يكون تجاوز على اعتقاله مدة شهر. نعم. طيب، وسائل التعذيب في سجون النظام السوري ووضعيات التعذيب، أنت أعتقد تستطيع أن تقسم ما أو تفرق ما بين الوضعيات والوسائل، ولكن اسمح لي نشرك معنا ميسرة بكور من القاهرة معنا عبر سكايب، وهو أحد المعتقلين السابقين في سجون النظام السوري. أهلا وسهلا ميسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حقيقة السلام عليكم على صديقنا الأستاذ عبد الرحمن، صديق سابق. نعم، أستاذ فضل عبد الغني، تفضل. نعم. طيب، أنت تعرضت للاعتقال في سجون النظام. أول شيء أنا ميسرة بكور، مدير مركز الجمهوري للدراسات وحقوق الإنسان، بغض النظر عن الاعتقال. كذلك الأمر نحن نتعاون مع اللجنة المستقلة لتحقيق بالشأن السوري والمفوضية السامية، ونقوم بتحليل هذه البيانات وإصدار بعض التقارير، لكن نحن عملنا تحليلي أكثر من ما هو توثيقي. بالنسبة للاعتقال، طبعا أنا اعتقلت قبل الثورة مرتين في عام 2004 وفي عام 2006. بال 2004 في فرع الأمن العسكري، في عام 2006 بأمن الدولي بفرعي مدرسة ميسلون في نجهة بالقرب من السيدة زينب. في أي محافظة؟ في دمشق؟ الشام؟
نعم نعم بدمشق اعتقلت في أمن الدولة في عام 2006 في السيدة زينب في مقبرة في نجهة منطقة نجهة فيها مدرسة للمخابرات اسمها مدرسة ميزانون للمخابرات اعتقلت فيها ومن ثم تم نقلي إلى أمن الدولة في دمشق في كبر سوسي. من 2004 اعتقلت في فرع الأمن العسكري بحمص وتم نقلي إلى دمشق إلى 292. بأثناء الثورة في بداية الثورة اعتقلت رفضت الحوار مع النظام اعتقلوني مرتين. إذا يعني أنا أعرف الاعتقال قبل الثورة وبعد الثورة. دعنا نميز بالاعتقال.